صباح الخير مشاهدينا، اليوم الثلاثاء 17 من شهر يوليو. طبعا اليوم عندنا فقرات كثيرة، من عندنا طبعا نهتم عفوا بفقرات رمضان وبعضها من الفقرات اليومية بحياتنا. أنا بخليكم الآن مع فرقة هارموني والوعد إن شاء الله في الاستديو. قل للمدينة إن حللت بأرضها أو زرتها بشرى بشراك بالروح الأمين وبالهدى والوحي في الأصحاب والإبكار بهر العقول فرسان الحما والآل ما بدر سما وعليه صلى الله ما لاحت نجوم في السماء وصحب فرسان الحما والآل ما بدر سما والآل ما بدر سما إن حللت بأرضها أو زرتها بشراك بالمختار بشراك بالروح الأمين وبالهدى والوحي في الأصال والإبكار الله حي ذو امتنان مولى سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود أو بالجلوس أو الحدود نزهه كيف تلقى الأمان الله حي جل عن أين وكيف وزمان هذا اعتقاد المرسلين والأولياء الصالحين هذا اعتقاد المرسلين والأولياء الصالحين
الحين وملائك الله المعين فاثبت عليه كل آن الله حي ذو امتنان مولى وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان مائدة رمضان كريم نتجمع حول الأحباب على إفطار وعزيم خير هدى والمجلس طاب مائدة رمضان كريم نتجمع حول الأحباب على إفطار وعزيم خير هدى والمجلس طاب يا رمضان يا رمضان يا رمضان كريم بتجمع حول الأحباب على إفطار وعزيم خير هدى والمجلس طاب مائدة رمضان كريم بتجمع حول الأحباب على إفطار وعزيم خير هدى والمجلس طاب بأرضها أو زرتها بشراك بالمختار بشراك